طيب لسه مكمل معاك يا جريد 3، وتعالى نكمل الكونكت بلس بتاعنا في يونت 3. طيب سيرفينج، هاو ماتش يو ايت ات وان تايم. ايه السيرفينج ده بقى؟ السيرفينج ده يعني معناها كمية الاكل اللي انت محتاج تاكله في المرة الواحدة. يعني ايه؟ يعني الواد مؤمن ده هو محتاج ياكل في الغداء، احنا قلنا المؤمن ده محتاج 100 سعر حراري في اليوم، محتاج ان هو في الغداء ياكل 50، وفي الفطار وفي العشاء 25 25 عشان يكمل المية. يبقى انا في الغداء انا محتاج المؤمن كام؟ 50. طيب مؤمن ده راح كل له حتتين جاتو بالخمسين، لو كل حاجة تاني زيادة تخ. فهمت انا وصلت ازاي؟ طيب الكالوريز the amount of energy in food، يعني الكالوريز دي اللي هي السعرات اللي موجودة في الأكل اللي احنا قلنا عليها زي البنزين كده. السوديوم بقى، طب تعالى بقى السوديوم، يا نهار ابيض على السوديوم ده. السوديوم ده السوديوم اللي هو الملح. طيب جالنا تيجي تقول لك البطاطس بقى معمولة من البطاطس، صح؟ مش مهمش زي البطاطس اللي ماما قاليها كده ومطلعها، بس لا ده حاطين عليها بقى ملح ولبن ومش عارف ايه، حط عليها وفابريكا. ايه فابريكا دي؟ بابريكا. تمام يلا. السوديوم زيز مينرال، يعني السوديوم ده عباره عن معدن. ماله بقى؟ وي نيد انف اوف ات، احنا محتاجين نسبه منه في الاكل بتاعنا، ماشي، بس ما نزودش. ليه؟ عشان ما تعملكش ضغط اهو. بات وي شودنت هاف تو ماتش، يعني لازم ما ناخدش كميه من الايه، من الملح. يبقى معنى كده يا مؤمن الناس اللي بتجيب مثلا الشيبسي مش عارف بطعم الفلفل والشطه والنعناع والليمون والكزبره والبقدونس والحاجات الغريبه اللي انتوا بتاكلوها دي، دي طبعا فيها كميه ملح كتيره. طيب ركزي معايا هنا. طيب يا مستر الحاجات دي، البنت جنه ده هي كلت كيس، كفايه يا جنه، كلت التاني، كفايه يا جنه، كلت التالت، يا جنه كفايه، ارجع يا جنه، كلت الرابع. يبقى كده عماله كميه ملح كتيره تخش ايه؟ جسمها. طيب the salt we get in food is sodium mixed with other things. We shouldn't eat food with too much salt in. يعني يا مستر؟ يعني الملح ده هو بيبقى عاده مختلط بالطعام بتاعنا. ازاي؟ يعني ماما مثلا بتعمل لنا رز بتحط عليه شويه ملح، بتعمل لنا مكرونه بتحط عليه، بتعمل لنا مش عارف صلصه بتحط ملح، اي حاجه بتحط عليها ملح، صح كده؟ المسكرات، ما هو المسكرات بتحط عليها سكر، الاثنين انيل من بعض، يبقى الملح والسكر الاثنين يودونا في 60 داهيه. ماشي؟ يبقى انت محاول على قد ما تقدر ما تزودش ملح وما تزودش سكر. زود ايه بقى؟ سلطات، خضار، فاكهه، الحاجات دي ايه؟ هيلثي فود. طيب it means percent when we eat something، مش عايز دي خالص. it means that this food gives us 50 or half or the amount of that vitamins or minerals. ماشي مش مش مش. طيب ايه الكلام اللي انت قريته ده بسرعه؟ دي طبعا تعريفات انا مش عايز منها حاجه، بس انا عايز اوصل لحاجه نهائيه قبل ما اخلص الايه، البي جي دي. ايه هي يا مستر؟ ركز، سيبك بقى من القلم وخليك معايا هنا. بكملها؟ يلا خليك معايا. انا هبص على الجدول ده اهو، بص كده، طلعني الصوديوم كده، ادي الصوديوم اهو، في كام؟ في 0.3 جرامز. تمام؟ طيب بص السكر 2.4 جرام، يبقى في سكر زياده وفي نسبه ملح قليله اقل من 1%. طب بص الانرجي التاني واحده، بص الانرجي في كم سعر حراري؟ 115 كالوريز. يا لهوي معايا؟ يبقى البسكويت الشيبس ده هو في كم كالوريز اللي هي الثانيه؟ 115. يعني معنى كده البنت جنه ده هي محتاجه 70 بس في اليوم كله. تخيل جنه عماله تاكل كيس شيبس فيه 115، لو كلت الكيس كله اللي هو العائلي ده كتير. جنه لو فضلت على الموضوع ده هتبقى قد عربيه البطاطا او قد التوك توك. مفيش فايده. تمام كده يا مستر؟ طيب يبقى انا مش محتاجه الاكل ده اكله كده، الاكل ده كده صحي وانا مش صحي؟ طب بص الفيتامين في كام؟ 50% اخر اثنين 50% فيتامين سي، وفيتامين دي 50% في 50 50. حلو، بس محتاج ان انا ايه؟ ازود حاجه يكون فيها فيتامينات كتيره. اوكي، تخيل كده انت لو كلت، لو جبت برتقان، تشتري برتقان كده معلب ولا حاجه او في اكياس كده، ممكن يكتب لك ان البرتقان ده فيه فيتامينات كتيره قوي، بس مش هيدي لك فيه كالوريز كتير.
ايه؟ احنا قلنا الكالوريز اللي هي السعرات اللي انت محتاجاها في اليوم، البنزين بتاع اليوم. اللي احنا قلنا ان جنة ده عشان طفلة صغيرة محتاجة 100 مثلا، لكن باباها عشان كبير محتاج 500. تمام؟ طب لو باباها محتاج 500، طب الراجل اللي بيلعب حديد وكمال اجسام محتاج 1000. ليه؟ بيعمل مجهود اكبر من بابا، وبينط وبيعمل وبيشيل حديد ومش عارف ايه. فكل ما انت اشتغلت في مهن، انا كمستر محمد بشتغل في التدريس، هل محتاج كالوريز زي راجل مثلا بيشيل اسمنت وبيطلع وطوب والكلام ده؟ لا اكيد طبعا. تمام؟ هيبقى الكالوريز بتاعته، هيبقى الكالوريز بتاعته يعني يعني ازيد منك شويه، بس مش قد بابا. اوكي كده؟ طيب نكمل، تعالى نكمل، خليك معايا في ليسون 4 وتعالى نشوف الساوند ده. بص يا مستر، الليتر ده هو اللي هو ليتر تي اهو، لو انا حطيت عليه اي او اصبح الثلاث حروف دول بيتنطقوا كانهم كانهم شين في العرب. عشان كده بص انا هقول ايه، نيوتريشن، ريبيت نيوتريشن. يبقى انا هنا اهو تي اي او هكتب فيها ايه، كاني بكتب شين، نيوتريشن. طب بص كده، بلوشن، استعد عشان واحد واحد هيقرا. دايجستشن، دايجستشن. طب هات لي دي، فيكشن، فيكشن. طب هات لي دي، فاير ستيشن. تيجي نقولهم كمان مره، يلا بينا، نيوتريشن، بلوشن، digestion، digestion، لا مش digestion، لا digestion، digestion، digestion. مفيش تي، digest بعد كده شن، digestion، digestion. يبقى انا عندي تي اي او دول، الثلاثه دول يا مستر محمد هيتنطقوا ايه؟ هيتنطقوا شين. يبقى انا عندي nutrition، عندي بلوشن، عندي دايجستشن، عندي فاير ستيشن، وعندي فيكشن. طيب كمل معايا، يبقى انا اتعلمت معلومه ان التي اي او الثلاثه دول مع بعض، بس ايه؟ لازم يكونوا ترتيبهم كده، التي والاي والاو الثلاثه دول جنب بعض، تمام؟ بنفس الترتيب كده هيتنطقوا ايه؟ هيتنطقوا شين. طب لو انا جبتهم كده، لا مش هيتنطقوا شين. طب انا جبتهم كده، مش هيتنطقوا شين. تعال نكمل، كمل يا مستر، هات لي 111، يلا بينا، تعال نكمل بسرعه. ريبيت افتر مي، هنا في سراك برضه، جار، كونتينر، كان، تي سبون، ريزنز، فروت يوغرت، بلين يوغرت، زيربوت، فريزر، فريج. اقولهم كمان مره، يلا بينا، جار، كونتينر، كان، تي سبون، ريزنز، فروت يوغرت، بلين يوغرت. خلي بالك بقى، انا عندي في حاجه اسمها فروت يوغرت، وفي عندي حاجه اسمها بلين يوغرت. الفروت يوغرت اللي هو زبادي الفواكه، اللي انت زبادي بقى بتحط فيه قطع فاكهه، خوخ، مشمش، الكلام ده كله. لكن البلين يوغرت ده اللي هو الزبادي، بيبقى ايه؟ زبادي ايه؟ زبادي ساده، ما بتحطش فيه اي حاجه. انت في ناس بتحب الزبادي الساده ده، وفي ناس بتحب الزبادي بتحط عليه عسل كده، بيبقى ايه؟ بس كده. زيربوت ده اللي هو عامل زي القله، او حاجه كده زي زير كان بيبقى موجود زمان. فريزر اللي هو الفريزر، وفريج اللي هو التلاجة. طبعا في فرق ما بين الفريزر وما بين الفريج، الفريج دي مش هتجمد اكل، لكن الفريزر هيجمد لي ايه؟ اكل. تعال نكمل، يلا بينا، دريد جريبس. الدريد جريبس ده اللي هو يقصد بيه العنب المجفف، عامل بالظبط زي الزبيب، يعني الزبيب اللي احنا بناكله ده هو عبارة عن دريد ايه؟ جريبس. طيب الدريد فيجز، الدريد فيجز ده اللي هو عامل زي التينية اللي انت بتيجي تجيبها في رمضان، دي بتبقى ايه؟ عباره عن تين ايه؟ متجفف. طب انت فاكر ان التين ده بيعملوه متجفف ازاي؟ او العنب ده متجفف ازاي؟ احنا بنعمله متجفف عن طريق ايه؟ عايز تقولي؟ قولي. عن طريق ان احنا بنسحب منه الميه، مش العنب ده جواه ميه؟ انت بتسحبي من جواه الوتر او الميه دي، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بالتالي بيتجفف، وما بيبوظ. طب طول ما هو فيه ميه بيبوظ. اوكي؟ طيب دريد مانجوز، انا اول مره اعرف ان المانجا بتتجفف، ما اعرفش انا المعلومه دي، انتوا برضو قولوها لي.
وفي درايد بانانز وفي موز مجفف برضو اول مره اعرف ان الموز ده بيتجفف. طيب درايد ابلز الموضوع كبير كمان، في تفاح ايه مجفف. ريبيت افتر مي، فريش، بريسيرف، ستور، سيف، الكتريستي، ممكن تقولها الكتريستي مفيش مشكله لو بتقولها ببطء، سموكت، تيك اواي. تيك اواي معناها طبعا عارف ان كلمه تيك اواي دي احنا بناخدها اللي هي معناها ايه اكل بسرعه او كده. تيك اواي هنا معناها يزيل او يخرج. يعني اقول لك ايه تيك اواي ذا رابش، يعني ايه خرج الزباله بره ايه البيت، خدها معاك وانت ماشي. بعد كده عندي كلمه لاست، لاست دي معناها يدوم او يستمر، يعني السيشن مثلا لاست 1 اور، لاست 2 اورز وهكذا. طيب تعالى نكمل. It's important to eat the right food. يعني مهم أول إن أنت تأكل الطعام المناسب بتاعك. But it's also important to look after food to keep it fresh. يعني مهم أوي حط underline على to keep it fresh. مهم أول إن أنت الأكل بتاعك ده يكون إيه؟ أكل إيه؟ طازة. And safe. Safe يعني إيه؟ يعني أكل إيه؟ آمن. يعني أكل آمن؟ يعني أنا ما أروحش أجيب أكل من الشارع في مثلا دبان ماشي عليه او الكلام ده كله، يبقى ده كده اكل ايه مش امن، او اكل اكل مثلا محمد او بايظ او الكلام ده كله. And we need to preserve and store food. مهم قوي ان احنا نحفظ الطعام بطريقه لما نيجي نطلعه الطعام ده يكون delicious لذيذ، وفي نفس الوقت يكون ايه يكون لسه ايه طازه. If we don't store food properly it can go bad. يعني لو انت مش هتحفظ الطعام بطريقه كويسه انت ممكن الطعام ده ايه يبقى يبوظ او طعمه حتى يتغير. فين كتابك؟ طب يلا انت مركزه معايا طلعيه كده وخليك معاك. And disease makes us sick. وبالتالي بقى مهم قوي لو انت ما اكلتش الطعام ده هو وهو طازج او هو معمول ومحطوط في ثلاجه الاكل ده هيبوظ، فبالتالي انت هتاكله فهتعيا. Now we can use fridges and freezers. يعني دلوقتي احنا ايه بقينا عندنا ثلاجات وبقينا عندنا فريزرات والكلام ده ممكن نحفظ فيها الاكل والكلام ده. To store food. These need electricity to work. وطبعا الحاجات دي يا رؤى هتحتاج ايه؟ هتحتاج كهرباء علشان ايه؟ تشتغل. How can we preserve food if we don't have electricity? And how did people preserve food in the past? استنى بقى الراجل هنا هو بيقول لي انا هقول لك الناس كانت بتحفظ الطعام زمان ازاي. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت مثلا على سبيل المثال انت عايز جبت مثلا فرخه او مثلا لحمه مش هتخليها بره الثلاجه، هتروح حاططها فين؟ في الثلاجه. طب الناس زمان ما كانش عندهم ثلاجات، كانوا بيحفظوا اللحمه ازاي ما تبص؟ هنعرف دلوقتي. يلا بينا. اول حاجه بالفاير، بالنار. يبقى اول حاجه ايه بيحفظوها بايه؟ بالنار. These heat food like smoked meat and fish a long time ago and we still do it now. يعني ايه يا مستر؟ يعني اللي انت اللحمه دهي تخليها لحمه مدخنه زي مين؟ زي فكره اللانشون كده. مش اللانشون ده لحمه؟ انا ممكن اسيبه بره الثلاجه شويه مش هيجرى له حاجه. ليه؟ لان انا مجففه بنار وعامله كده بطريقه معينه، لكن لو لحمه عاديه هيبوظ. ايه كمان؟ يبقى أول طريقة أنا بجفف أو بحفظ فيها الطعام اللي هي إيه؟ الفاير، النار. طب تاني حاجة، تاني حاجة السولت، الملح. إزاي الكلام ده؟ أنت عمرك إيه؟ زي بالظبط فكرة السردين والرنجة والكلام ده. بالظبط ممكن أعمله كده وممكن أحط ملح جوه الأكل نفسه، بحط فيه كمية ملح كتيرة ما يبص. زي فكرة إيه؟ زي فكرة السردين والرنجة والكلام ده. ما هو ده سمك، السمك بيزودوا بقى مية، بتيجي تغسليه مية بتحط عليه مية كتير، فبالتالي الملح ده ايه يخف منه كتير. اهو بص بيقولك ايه We can add salt to food to preserve it. يعني احنا ممكن نحط ملح علشان نحفظه. It takes out the water. والملح ده هو بيعمل ايه؟ بيروح يشرب المية اللي موجودة جوه الايه الطعام نفسه. يعني ايه؟ يعني انا اللحمه دي فيها نسبه ميه، نسبه الميه دي اللي بتخلي اللحمه دي ايه تبوظ. طب انا لما احط الملح كتير الملح ده يسحب الميه يخلي اللحمه دي من غير ايه من غير اي حاجه. طيب people use these all over the world for meat and fish. يعني الناس بتستخدم الطريقه ده اهي
لإيه؟ للسمك وللحمة بس، يعني ما ينفعش استخدمها مثلا مع الخضار، احط الخضار في ملح والكلام ده ما ينفعش. طيب تاني حاجة طريقة الدراينج، دراينج اللي هو معناها التجفيف. يعني التجفيف زي بالظبط زي ما قلت لك فكرة ايه الزبيب انت بتعمله بتجففه، زي فكرة البلح، البلح انت ممكن تجففه برضو، تمام؟ او زي البلح اللي هو العجوة او البلح اللي هو اللي مش بتاع رمضان، مش ده في بلح ده، البلح ده لو انت سبته شهرين ثلاثة بره مش هيجرى له حاجة. طب تعالى هات بلح من الست اللي قاعدة دي وسيبه يومين ثلاثة بره التلاجة هيبوظ، لكن البلح اللي هو منشف ده ومجفف ما فيهوش مية هيفضل فترة طويلة. We can dry fruit in the sun، بيجففوا الفاكهة دي أو الحاجات دي فين؟ في أشعة الشمس. طيب ماشي. Dried apples, figs and grapes, bananas and mangoes are delicious، يعني الحاجات ده هي اللي بتتجفف بس، تفاح وتين وعنب وموز ومانجا دي بتتجفف وبيبقى طعمها لسه لذيذ. When we dry fruit it takes out the water and it keeps the nutrients. يبقى انت هنا هو يا مستر لما بتجفف الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتاخد منها المية اللي موجودة جواها، بس بيبقى فيها حاجتين لسه زي ما هم، اللي هم مين؟ الطعم بيبقى لسه delicious، وكمان النيوترينتس المكونات الغذائية بتاعتها بتبقى لسه زي ما هي. اوكي؟ يعني انا لما باجي اجفف البلح مثلا ده بيفضل البلح مفيد، زي ايه؟ البلح اللي هو لسه نزل من عنا النخلة، الاتنين مفيد. فطبعا لا انا افضل ليه ان انا اجيبه المجفف ده، ليه؟ اسيبه بره بقى بره التلاجة، ايه لو ما عنديش تلاجة ولا حاجة. اوكي؟ The fruit is sweet and delicious and it's healthy because we don't add sugar. يعني ايه بقى؟ قالك الفاكهة تعتبر من افضل الحاجات اللي هي مفيدة جدا. ليه؟ اولا جواه سكر طبيعي، يعني تخيل كده البلح ده مسكر جدا، جواه سكر، انت مش محتاج تحط عليه سكر. طب السكر اللي هو اللي احنا عاملينه ده اللي احنا بنعمله الابيض ده، ده ضر جدا جدا. طيب رابع حاجة انت ممكن تستخدمها ايه في التجفيف؟ يبقى انت قلت لي ممكن تستخدم النار، ممكن تستخدم الملح عشان تجفف، ممكن تستخدم أشعة الشمس عشان تجفف الفاكهة، ممكن تستخدم الكونتينرز. ايه الكونتينرز؟ There are different ways to storing food in containers. يعني زي ايه؟ زي زمان الناس بتحط المية في القلة. المية اللي في القلة ده هي قلة اكيد انتوا بتشوفيها، اللي هي بتبقى ايه موجودة عند الناس اللي هي الكبيرة كده. المية اللي موجودة دي بتفضل مية ساعة ومية برة التلاجة، ومرة مية ممكن تشربها بعد يومين ثلاثة اربعة خمسة ستة عادي مفيش مشكلة، وتفضل ساعة. تمام؟ يبقى جيبيها جيبها وجرب، يبقى جيبي قلة كده. نكمل. اول كونتينر عندي اللي هو الزير بوتس، اللي هو ايه؟ حاجة عاملة زي الزير. ايه الزير دي؟ حاجة موجودة كانت موجودة في البيوت زمان كده، بيحطوا فيها المية وكانوا بيحطوا فيها اكل برضو علشان الاكل ده يفضل ايه فترة طويلة. thousands of years ago people invented zir boots to keep food fresh. يبقى اخترعوا ايه؟ الزير ده عشان يخلي الاكل جواه ايه فريش. The food is inside one سيراميك بوت. يعني يا مستر هو عبارة عن حاجة كده معمولة زي السيراميك، فبالتالي الايه درجة الحرارة فيها بتبقى ايه اسقع من بره. يبقى لو انا حطيت الزير في درجة الحرارة بتاعت الحر ده الجو بيبقى ايه؟ الجو بيبقى حر بره، لكن جوه الجو بيبقى ايه بارد، فبالتالي ايه الطعام ده يفضل فترة طويلة. This boot is put inside bigger ceramic boot and you put sand between the two boots then put water in the sand. The water takes the heat away and the food stays cool. زي مين؟ زي ان انت بتعمل الزير ده من طبقتين، ما بين الطبقتين دول رملة، فالرملة دي بتعزل الحرارة عن ايه؟ عن الايه الحاجة اللي برا. اخر حاجة بقى الكنز اند جارز، ودي مهمة قوي. مش انت بتشوف المربط؟ المربى بتبقى مقفولة قوي لدرجة لما انت بتيجي تفتحها بتعمل زي تكة كده، صح؟ يقول لك مهمة قوي التكة دي، انت عارف ايه التكة دي؟ ها فكر كده. التكة دي لما انت بتيجي تفتحها معناها، التكة دي يا مستر محمد معناها ان البرطمان ده مش داخل له هوا خالص. طب انا مش داخل له هوا، المربى دي ممكن تقعد بالشهور عادي. طب انت اول ما تفتح المربى يجي يقول لك يا ريت تاكلها خلال مثلا ايه اسبوعين ثلاثة، ما تزيدش. ليه؟ لان انت بدأت تفتحها فبدأت تتعرض للهوا. يبقى انت دي طريقة من طريقة التجفيف اللي انت تعمل ايه؟ اللي انت تحطها ببرطمانات وتقفل قوي. عارف عامل زي ايه؟ زي شفت الليمون المخلل كده؟ ما انت الليمون المخلل والحاجات دي بتلاقي الناس حاطه المخلل بره في الهوا كده، صح؟
وقافلين البرطمانات من غير ثلاجات، والاكل ده ما بيبص صح ليه؟ لان في كميه ملح كتيره واحنا قافلين عليه جامد بالبرطمانات اهو. People also use cans and jars to preserve food. You put the food in liquid with salt. يبقى انت بتحط الحاجه دي في ايه؟ زي المخلل كده، بتحط في ملح. And close the can. بتروح قافل كويس الايه العبوه دي. No air get into the jar can and the food lasts for years. يعني ايه؟ الهواء ما بيخشش جوه العبوه دي، فبالتالي الايه الحاجه دي بتاخد او بتفضل فتره طويله. تعالى اخر حاجه ونبدا نحل ونعمل ديكتيشن. الشوجر، شوجر السكر. What is your favorite snack؟ ايه الوجبه المفضله بتاعتك؟ ايه الوجبه المفضله دي او الوجبه الخفيفه المفضله بتاعتك؟ الوجبه الخفيفه المفضله اللي هي عاده بتكون ايه؟ بسكوتايه، كيكايه، هوهوز، توينكي، الحاجات اللي هي الصغننيات دي، شيبسي. There are lots of things we can choose from. يعني في حاجات كتيره انت ممكن تختارها. Sometimes it's easy to take a cookie or candy. يعني ايه؟ احيانا بيبقى سهل ان انت تجيب ايه؟ بسكويت او تجيب حلوه او كعكه. But they have a lot of sugar of them. يعني ايه؟ يعني بيبقى فيها كميه سكريات جواها كتير، فيا ريت ان انت ما تاكلش من الحاجات دي كتير. Why is sugar bad for us؟ دي السكر مضر لينا. خلي بالك انت النهارده اول الحصه انت خدت معايا اهميه الميه صح؟ وقلنا بتكون من 82% من الدم و75% من المخ، صح كده؟ خدناها. هنا بقى هقول لك ليه السكر ضر، عشان كده تركز معايا هنا اهو. Sugar is bad for our teeth. أول حاجة السكر ده بيخش بقنا. مين بتتعامل معاه؟ السنان. فطبعاً هو ضر جداً للسنان. Eating too much sugar damage our teeth. يعني إن أنت تاكل كمية من السكر بيدمر إيه؟ سنانك وبيسوسها. Do you like going to the dentist؟ تحب تروح للدكتور ويقعد يديك حقنة في سنانك؟ أكيد لأ. Sugar is bad for our heart too. تاني حاجة يبقى حط على التيز دي نمبر 1. نمبر 2 السكر ده هو ضر لمين؟ للقلب بتاعنا. طيب it stops our arteries working as well as they should. يعني ايه يا مستر؟ يعني السكر الكتير بيعمل دهون وبيعمل حاجات وحشة في الشرايين دي والأوعية الدموية، وبالتالي ما بتشتغلش بكفاءة، وبالتالي القلب بيتعب. Over a long time this can damage our hearts. وبالتالي الأوعية دي ما بتدخلش دم كتير للقلب، فبالتالي القلب ده أو ما بتعملش الكفاءة، فبالتالي القلب ده مع الوقت بيتعب. Sugar gives us energy. ده حاجة مفيدة. But it isn't good kind. بس للأسف طاقة مش مفيدة. أنت المفروض الطاقة دي تاخدها منين؟ من سكر الإيه؟ الفاكهة. يعني بلح مسكر، موز مسكر، مانجا مسكرة، خد من براحتك عادي سكر منها عادي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، بس ما تاخدش سكر مصنوع اللي هو السكر الأبيض ده غلط. And when we get energy from carbohydrates, that energy lasts a long time. يعني السكر اللي أنت بتعمله بتاخده ده بيعمل كربوهيدرات وده بيقعد في جسمك فترة إيه؟ طويلة. And when we get energy from sugar, we lose it quickly. And then our body wants more sugar. يعني ايه؟ يعني انت لما بتدخل جسمك كمية من السكر كتيرة، الجسم بيبدأ يتعود ان في ايه؟ سكر داخله، فبيبدأ يعمل ايه؟ يقول لك ايه؟ هات لنا بسبوسة، هات لنا كنافة، هات لنا كيكة، هات لنا تورتة. تلاقي الجسم عمال يطلب سكريات كتيرة، لان انت عمال تدخله سكريات كتيرة ايه؟ مصنوعة. طب مع الوقت تلاقي ان الجسم بتاعك بدأ ايه؟ يتعب. Sugar can affect our brains. ده كمان في كمان حاجة ضارة كمان. ايه هي؟ ان الجسم ده هو السكر ده اللي بيخش فيه كتير بيأثر على المخ بتاعك، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي نفسك مش عارف تفكر. If we have too much sugar or brains get our brains get a lot of energy quickly. This can make our brain confused. ازاي؟ تلاقي واحد كده عنده ايه؟ عنده هايبره وبيقعد يتحرك ومش عارف ايه والكلام ده كله، انت بتدي له سكر بيخلي الجسم يقعد ايه؟ شغال كتير، كانك انت موتور عمال شغال كتير على الفاضي على الفاضي، فده طبعا ايه؟ بيخلي المخ يتعب، بيخليه يبقى مش مركز، بتخليه ان هو مثلا ممكن يشوف البتاع العصفوره اللي هناك دي شايفها ان هي مش عارف حمامه ومش شايف كويس، الرؤيه بتاعته مش ايه؟ مش كويسه. And we can feel worried and anxious. يعني ممكن تلاقي نفسك بدأت تتوتر من كتر السكر اللي انت عمال تاخده ده، وبدأت تكون مش كويس. Sugar can be bad for our mood. كمان السكر بيعمل لك مود ايه؟ مش كويس.
كده احنا خلصنا اليونت ده. تعالى ناخد اكسرسايز.